أميرة، أهلا بك يا أميرة، اتفضلي. ألو، مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا أستاذ خيري؟ ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيكي. قولي لنا، أنت تعرضت لإيه بقى؟ باختصار شديد في الموضوع، كان في حد متقدم لي وبدأ إن هو أخذ اللابتوب بتاعي علشان يصلحه، على أساس إن هو يعني هيقدر يصلحه. أخذه وللأسف عمل باك أب وأخذ صور شخصية خاصة بي أنا. طبعا انا فضل متكتم على الموضوع فتره طويله، بدات خلاص ما حصلش نصيب وسيبنا بعض، وانا يعني ما حسيتش مشاعر ناحيته، خلاص انفصلنا وكل واحد راح لحاله. ما عجبوش، طب نبقى اصحاب؟ ما عجبوش. انا مش حابه العلاقه بيني وبينه اصلا تستمر باي شكل من الاشكال، حتى ولو صداقه. بدا بعد كده ان هو يدخلي من مداخل شغلي ويأذيني في شغلي، لان انا منفصله معايا ولد وبنت، وانا اللي بشتغل وبصرف عليهم، وانا المسؤول عن البيت عامه. فبدأ يدخلني من شغلي، يعرف عني أي معلومات، بدأ يستخدم الابليكيشنز، بدأ يستخدم السوشيال ميديا والفيسبوك بالذات، بدأ يعمل صفحات فيك باسمي وينزل عليها صور شخصية خاصة بيا، يبعت للناس اللي عندي وشتيمة وقلة أدب، وشوفوا سوري يعني في اللفظ الشمال، شوفوا الكذا، شوفوا الكذا، شوفوا الكذا. هل تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت؟ تقدمت ببلاغ، تقدمت، عملت 4 محاضر للاسف الشديد لم يتخذ فيهم اي اجراء، من ضمنهم محضره حفظ. الشخص ده نفسه المبتز كلمني من كام يوم، ولما بقول له انت عايز مني ايه، خلاص كفايه، انا اضطربت من 3 شغلانات لغايه دلوقتي يا استاذ خيري. كنت بشتغل، كنت بطلع ضيفه خبيره تغذيه، كنت بطلع في برامج ضيفه، وطبعا اترفدت بسبب الموضوع بتاع السمعه. طبعا ما حدش عارف القصه الكامله ايه، او ما حدش عارف المحور ايه، ومش عارف ان الحاجات دي مسروقه، لكن انا بينظر ليا بشكل مش لطيف قدام زمايلي. فطبعا اتطردت من المكان ده، المكان الاولاني، رحت اشتغلت شغل ما بحبوش وشغل بفلوس قليله علشان بس امشي البيت واعرف ان انا اصرف على اولادي. وللاسف برضو كان بيقدر ان هو يوصل لارقامي الشخصيه عن طريق الشركات المحمول، ويوصل لكل تفصيل عني، ويهاك تليفوني ويعرف انا شغاله فين، ويبدا يبعت للمكان اللي انا شغاله فيه. طيب، واخرها من بعد العيد من حوالي شهر، انا قاعده في البيت حاليا ما بشتغلش بسبب الموضوع ده، كنت خايفه اتكلم، كنت خايفه اعمل اي حاجه، اتخذت اجراء قانوني، عملت 4 محاضر ومن ضمنهم اتحفظوا، وهو نفسه قال لي بالحرف الواحد يا استاذ خيري باللفظ كده، محاضر واواضي من 2009 ما اتعملش فيها حاجه. وللاسف طبعا كذاب. احنا عندنا، لا معلش، ما هو يعني ربما يكون في سبب قانوني احنا مش عارفينه، وربما يكون وراء المتابعه هتجيب حاجه تانية، لان احنا بنشوف الايام دي الحاجه بتتنشر فيها اساءه، تاني يوم على طول المباحث بتجيبها. هنسال وهنفهم ليه. بشكرك جدا معانا.